ومن منا اليوم لا يرغب في أن تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية؟ ومن منا اليوم لا يرغب في المساهمة لتحقيق كويت جديدة بتقدمها، كويت جديدة بتطورها؟ هذه الأسئلة إجاباتها النظرية سهلة، لكن نريد الإجابة عليها إجابة عملية وعلى أرض الواقع، وهذه دائما أهداف المؤتمرات والملتقيات. حضورنا الكريم، لا شك بأن القطاع الخاص ركن أساسي في تحقيق أي تنمية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عن هذا القطاع. فإن كانت الدولة جادة لتحقيق خطة تنموية، فعليها أن تساهم بإشراك هذا القطاع بشكل فعلي وكبير. فالمبادرات الوطنية الشابة كثيرة وتطلب منا الثقة والدعم، فلا يتصور أن يضيق الخناق على الشباب الوطني المبادر ثم نتصدر الإعلام بأننا من الداعمين لهم. وكذلك الدعم المطلوب أو الدعم المقصود للشباب ليس فقط التمويل المالي، فيجب أن يكون الدعم الفعلي للشباب هي إزالة العوائق والعراقيل أمام مبادراتهم الاقتصادية الحقيقية مع توجيههم. ولا نكتفي كذلك فقط بتوفير الدعم المالي ثم نتركهم يواجهون مصاعب العمل التجاري والاقتصادي لوحدهم، ثم نطلب منهم بتسديد هذا الدعم الذي سلم إليهم. فنكون في هذه المرحلة متى ما أخفق المبادر في مبادرته، نكون قد ضيعنا على دولة الكويت فرصة اقتصادية ومورد اقتصادي لا يستهان به حتى وإن كانت قيمته ضئيلة. كذلك ما يقدم للمبادرين سواء دعم من البنك الصناعي أو الصندوق الوطني للدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة هي أموال عامة، لها حرمة وحمايتها واجب.